مع السلامة، مرحبا بكم في كوجين حنونة. إن شاء الله تكونوا في خير ونعمة يا ربي. اليوم باش نعمل وصفة هيلة برشا سريعة على الأخر في ساعة تحضر بالكروفات اللي يحبوا الفرويد مير. دونك تالياتيل بالكروفات توسوس بلانش، إن شاء الله يا ربي تعجبكم. قبل ما نبدأ لديتاي، ما تنسوش تدعمونا بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم جينا الكل. نبدأ في الوصفة. بسم الله. أول حاجة خذيت الكروفات، هنا خذيت تقريبا شريت رطل الكروفات بقشورها، نظفتها مليح، وبالطبيعة ما تنسوش تنحيو لها السلسول بالكوردون. وباش نسوتيوها في ثلاثة مغرفات زيت زيتونة، ماذا بينا نستعملو هنا توا ما تلصقش. وبالنسبة للفاح باش نعمل رشيشة ملح ورشة فلفل أكحل. كان عندكم الآلة اللي ترحيو بها من استعملوا من المستحسن، معناها يبدأ مرحي فرشك. وباش نزيدو هنا رشة فلفل أحمر. الفلفل الأحمر ماهوش حار، هو فلفل أحمر هنا متوسط، فيه شوية هكا توزويزة، ونخليوهم يتساتاو مليح. بعد دقيقتين نقلبهم ونخليهم لين تنشف اكل، لين معناتها يتنحى الماء اللي فيهم. هنا الكروفات الحقيقة نوعية جيدة، ما معناتها ما نزلتليش برشا ماء. ساعات تبدا منفخة الكروفات في الماء تسيب برشا ماء، هذه الحقيقة باهية. دونك كيف ما ريتو الكروفات تحمرت بالكدا وريحه ما نحكي لكمش، ما شاء الله. اصحب حاجه انكم تستحفظوا عليها الكميه هذه باش تخليوها للتلياتيل. دونك باش نحطوا الكعبات اللي عندنا على جنب وناخذوا شويه زبده، تقريبا هنا 20 غرام ولا مغرفة زبده، هنا زبده حيوانيه. ونحرك الزبده في كل نفس معناها الطاوله اللي سوتينا فيها الكروفات. وباش نحضر بصله صغيره، ديجا قطعتها جويده على الاخر، ونسوتيها مع الزبده لين يتبدل لونها، لين تبدا تحمر بشويه بشويه. واول ما البصل يبدا هكيك يذبل، باش نزيدو هنا سنينتين ثوم في وسط الخلطه، وباش نخليهم يتقلاو مليح مع البصل. بعد ما تسوت مليح البصل والثوم، هنا باش نزيدو كاس تاي مسخون، تقريبا 100 ملليلتر ماء، مش برشا. في الوصفة الأصلية استعملوا الفان بلون، تبقى اني فيرسيون حلال. عملت كويس ماء، وباش نزيدو عصير قارص باهية. نتيجة الحقيقة باهية، وان شاء الله تجربوه وتقولوا لي ايش رايكم في الكومنتارات. دونك كيف ما ريتو اشترك عبا قارص، وباش نخليه بشوي بشوي على نار هادية، اكل الخليط يزيد يشكشك والبصل هذاك يزيد يتحل شوية في الماء. مش برشا راهو الحكاية، كل كي دقيقتين ثلاثة دقائق. كما قلت لكم اللي راهي وصفة سريعة على الاخر. دونك تو باش نزيد الكريم ليكيد، هنا استعملت زوز بيبس هذوكم كريم بيس 200 ملليلتر، معناها في الكل 400 ملليلتر كريم ليكيد. وباش نزيد حكه كريم فريش، ونحل لك الحكه كريم فريش. اهم حاجه اول ما تبداو الوصفه تحطوا الماء يغلي. دونك في المرحله هذه نحطوا التالياتيل تقريبا تاخذنا 8 دقائق الكل في الكل باش تطيب. هنا دريج تطيب فيها الكريم ليكيد كيما تشوفوا. توا بعد ما طابت بعد دريج باش نزيد نفوحها بشويه ملح، شويه فلفل اكحل، نزيد شويه فلفل احمر. وكان عندكم الحبق ماذا بكم تزيدوا 3 4 ورقات حبق، يزيدوا يبنوا على الاخر الوصفه. كان ما عندكمش تنجموا هكا تزيدوا تفوحوها بورقه رانز زاده، تعطي نكهه بنينه. راهو بالنسبه للكريم ليكيد دريجين كيكة تكون طابت. وتوا باش نطفي على الغاز ونزيدو جبن. بالنسبة للجبن ماذا بينا نوعية باهية، الكمية مش برشا، حكيت 100 غرام اكهو. اني هنا استعملت الجروير يعجبني على الاخر، علاش ليه زاد البرمجان والبرمزون يعطي شيحة مش نرمال في الوصفة هذه. اختاروا حاجة هكا مطعمها بارز وقوية، هي اللي باش تزيد نكهلكم المقارونة.
وتوا باش تخلطوا اكل فرماج مع الكريم الهيكيد لين يذوب. بطبيعة هنا نعود نقول لكم راني هنا طفيت على الغاز، معناتها ما فهمش علاش باش تزيد تغلي الصوص. ان شاء الله يا ربي المراحل تكون كلها واضحه. وتو ما تبقى كيمش نحطوا تلاتيل. بالنسبه للتلاتيل اخترت تلاتيل لهم اثنين، واستعملت باكو كامل فيه 250 غرام، وخليتها تغلي 8 دقائق في الماء في شويه ماء وملح اكهو. وتو ما تبقى كيمش نضيفوا كعبات الكروفات ونخلطوا مليح المقارونة والكروفات. نجموا هنا تزيدوا رشاشة معدنوس للي يحب يزيد تفوح على الاخر. وما شاء الله ما نحكي لكمش على البنة، بالحق روعة روعة روعة. ان شاء الله يا ربي تجربوها وتحبوها. وتو ما تبقى لي كنقول لكم شكرا لكم على المتابعة. دمتم بخير، والى اللقاء في وصفات اخرى ان شاء الله.